أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسلة أم أحمد من جدة بعثت عددا كثيرا من الأسئلة، تقول في أولها: توفيت والدتي رحمها الله وأنا مسافرة، فهل يجوز لي إذا رجعت من سفري أن أزور قبرها وأقرأ لها القرآن عنده؟ تقول: وماذا أقول قبل قراءة سورة من القرآن على روح والدتي المتوفاة؟ وهل هناك سورة معينة تقرأ على روح من مات؟ أولا، المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور، لا قبر أمها ولا غيره، قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، في رواية: زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. واللعن يقتضي أن زيارة المرأة للقبور أنه كبيرة من كبائر الذنوب، مثل اتخاذ المساجد على القبور، لأن هذا من وسائل الشرك، ومثل اتخاذ السرج والإنارة على القبور، لأن ذلك من وسائل الشرك. فهذه الأمور كلها محرمة شديدة التحريم، ومنها زيارة المرأة للمقابر. إنما زيارة القبور خاصة بالرجال، وأما قراءة القرآن للميت فغير مشروعة، لأنها لم يرد بها دليل. ولكن المشروع أن يستغفر للميت ويدعى له بالرحمة والمغفرة، هذا هو المشروع، والصدقة عن الميت والحج والعمرة عن الميت، هذه هي الأمور التي وردت بها الأدلة أنها تنفع الميت. أما قراءة شيء من القرآن لروح الميت أو بنية الثواب للميت فهذا غير مشروع، لأنه لم يرد به دليل، والعبادات توقيفية فدارها على الدليل. نعم.